أنا اليوم قطعها كرة قدم هذه، كرة قدم اللي فاقدة المصداقية ولات في تحدي الجميع. نحن اليوم حاجتنا بالشابة، ونحب نعطيك سر صاحبي، وماهوش سر راهو قالوا سي العربي هو. نحب نوجه رسالة لجمهور الترجي، سنة ماكمش تهزوا البطولة سنة، مش معناها ماكمش تهزوا البطولة تقصير منكم، لا، حتى حكم ماهو باش يجيكم باش يعطيكم شعرة قد قد الناس كل قد قد، الامتيازات ربما باش تمشي ناس أخرين. أنا ماني باش نتهم حتى حد، لا راني باش نتهم مواضيع الجري ولا راني باش نتهم المكتب الجامعي. شكون المنظومة اللي قاعدة تعمل في التحكيم هذا؟ شكون الناس اللي قاعدة تحط في الحكام هذوما باش يفسدوا المشهد ويفسدوا كل شيء؟ أنت